عندما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك. حركة العالم ستستمر، وظيفتك يأخذها غيرك، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. لذلك لا يغرك مالك، نسبك، منصبك، أولادك، فما أدفى هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي الآن، اعلم أن الحزن عليك ستكون على ثلاثة مراحل. الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين، الله يرحمه. أصدقاؤك سيحزنون ساعات أيام ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكاتهم. الحزن العميق في البيت، سيحزن أهلك أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، أو حتى سنة، وبعدها يضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال، المال، الصحة، الولد، فارقتك الدور والقصور والزوج، ولم يبق معك إلا عملك. والسؤال هنا، ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لذلك احرص على الفرائض، النوافل، صدقة السر، عمل صالح، صلاة الليل، حسن الخلق، لعلك تنجو. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تأكد عند موتك الدنيا لن تحزن عليك. السلام عليكم.